عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مقدسية وين ما كنت أينما كنت من القدس. تمام، بدي أخذكم عند واحد صديق عندي بربي حمام وطيور وأفاعي وأرانب ودجاج وكل إشي، كل إشي طيور وأشياء حلوة وجميلة بربيها. طيب إحنا بالقدس رح نعمل لكم تصوير فيديو من داخل مدينة القدس، ولكن قريبا حسب الطلب. تمام، تحياتي لكم، وتعالوا خلينا نشوف أبو الأمير صديق إلنا. تمام، وهو شخصية ما بحب يطلع بالتصوير، فأنا لحالي برضو، فلازم أنا أصور أمسك التصوير وأقول لكم هذا اليعقوباني، هذا الدجاج القطني، هذا فلان، هذا علان، يعني عارفين القصص هاي. تمام، خليكم معي، أنا بدي أفوت عنده، وطبعا هو مش رح يطلع بالتصوير بتاتا. تمام، وتحياتي لكم وين ما كنتوا أينما كنتوا من القدس. طبعا بحبكم كثير، وشكرا لكل واحد بيسلخ لايك، ويلا بدناش نطول بالحكي. منطقة اسمها عناتا، طبعا هاي اللي انا بسكن فيها، ولكن نسبة لوحدة سكنتها اسمها عنبتا، وفيها نبعة سموها نبعة عناتوت او عناتا او عنبتا. طبعا هاي منطقة عناتا شرق مدينة القدس. طبعا انا رايح اصور عند صديق لي بربي أكمل شغلة من الحيوانات الرائعة والجميلة. هاي شرق القدس مثل ما حكيت لكم. تمام، خليكوا انتوا معي، لأنه في كثير ناس بيقولوا لك صورنا بداخل فلسطين وبداخل شوارع المناطق هاي والأمور هاي، فأنا تحت حاجتكم، تحت تلبية تعيدكم. تمام، طبعا كل مناطق اللي عملوها بكل الضفة وبكل فلسطين وبكل المناطق المحايدة ما بيننا وبين الاحتلال، طبعا عاملين جدار فاصل ليفصلوا العرب ويخلوهم محشورين. والله لو أوقف هون أفرجيكو الجدار الفاصل العنصري، وأفوت شوي يعني أفرجيكو شوي، يعني تحملوني بهالفيديو عشان إحنا برضو نوصل لكم الفكرة عن المناطق كيف فصلينها بين مستوطنات وبين مستوطنات وبين العرب. نيجي نحكي هون بيوت عرب اللي هو الفلسطينية المقيمة هان، وهناك بنحكي بيوت يهود. ولكن الاشي اللي بفصل بين هان وهان انه هان جدار فاصل عنصري زي ما انتم شايفين. تمام، هذا الجدار الفاصل العنصري اللي ما بفصل بين الضفة، بفصل بين القدس وبين اليهود، يعني ما في مناطق كثير الناس تروح تسرح فيها، يعني محلات ما بقدروا الناس يروحوا يسرحوا ويمرحوا في جبال، فحطوا لنا الجدار العنصري. طبعا تحياتي للجميع وين ما كنتوا اينما كنتوا. فلسطين والله حلوه يا اخوان، بس المشكله مشكلتنا ها يلا مغادره. تمام، ولكن بعد ما حكيت مشكلتنا هان فبدي اوضح توضيح صغير وسريع، ما بدي اطيل عليكم. تمام، انه اثناء تصويرنا ايش بنقدر نطلع فلسطين الحبيبه والقرى والمدن راح نطلع. وتحياتي، خلينا نفوت باخذ جوره مي ونسوي تش يا عيني. وتحياتي حبايبي، اطفالك يا فلسطين، اطفالك يا فلسطين. كبير البلد، وهي اطفال فلسطين. كبار البلد حبيبي. بلشنا نصور بالشكل هذا. تمام، راح افوت هان اصور. تمام، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. تعالوا ناخذ من عندي الاشياء الحلوه. كيف الاشياء الحلوه؟ مثلا نيجي نحكي على الحمام هذا. طبعا هذا حمام اسمه يعقوباني. تمام، طبعا في عنده هان الحمام النفاخ. طبعا هذا حمام النفاخ، ونيجي لتحت هذا الحمام اليعقوباني. تمام،
هلا اليعقوباني يا اخوان بكون سعره اغلى لما يكون لون ابيض ساده. طبعا وفي هنا حمام برضه، شوفوا كيف تمام. وفي عنده مثلا الحجم، طيب في اشياء مش راح تكون واضحه وفي اشياء راح تكون واضحه. وطبعا جينا عند الحلو، طبعا في هان الدجاج القطني، طبعا شوفوا كيف شكل دجاج القطني. في الفزت، طبعا هاي بحكوا له الفزت، شوفوا ما اجمله. طبعا الفزت هذا بيجي الذكر ملون او الانثى بالساده بالشكل هذا، شايفين تبارك الله. طبعا وفي عنده أرانب، الله أكبر الله أكبر. طبعا هون في أرانب كمان، طبعا هو هاي القطنة شايفين. طبعا هذا أظن بيجي الديك، هي دجاجته. طبعا في قطنية سوداء شايفينها، وهي في هون كمان قطني شوفوا. طبعا وهي الحجل يا اخوان، كمان شوف شو فيها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في عنده كثير اشياء راح افرجيكم اياها، بس انا حبيت اكثر شيء الفزت. اثبت طبعا الوانه كثير رائعه وجميل جدا. تعال نكمل بالشكل هون. طبعا طائر الكنار معروف ايش هو طائر الكنار. طبعا كمان الحمام الماسي، وفي الفينج او الزيبرا بالشكل هذا. طبعا افاعي البوا،
شاء الله. هاي كمان في سكر يا اخوان، سكر سكر. تعال تعال شوفوا شوفوا ما شاء الله. طبعا في طيور الحب كمان ما شاء الله. وهي في صوصات طبعا. هذا مين نعرفه؟ زي الحجر ولكن بيجي صغير. كمان في طيور الفينج ما شاء الله، يعني عنده تشكيلة حلوة. كمان شوفوا هناك الحجر، كمان في عنده طائر الكوكتيل شايفينه. طبعا الكوكتيل من الطيور الجميلة جدا. يعني أنا باعتقادي منظر كثير رائع وكثير خرافي. شايفين تبارك الله، يعني هاي أمنية حياة كل شخص يكون عنده زاوية يكون فيها كثير حيوانات. انا اكثر اشي حبيت الصوصان لانهم صغار